بسم الله الرحمن الرحيم. اكيد نحن اليوم عم نلعب بمراحل صعبه من الدوري السوري، خصوصا مع فريق الاتحاد اللي هو حاليا فريق مميز، لكن نتائجه ما بتدل على مستوى الحقيقي اللي هو برايي مستوى رائع، لكن قله التوفيق ساهمت بهي النتائج مع فريق الاتحاد. مباراه كثير صعبه حتكون على فريق الطليعه. اكيد احنا يعني جايين لحلب حتى نقدم مباراه باذن الله، مباراه كثير كبيره تليق باسم فريق الطليعه. اكيد طموحنا نتيجه ايجابيه ان شاء الله، محترم الفريق الخصم، لكن احنا نتمنى طبعا الفوز بملعب الحمدانيه وتكون فتحه خير علينا للمستقبل في قادم المباريات. تحضيرات الفريق كابتن؟ تحضيراتنا كانت تحضيرات يعني جيده خلال الفتره الماضيه، انه كنا بفتره خلينا نعتبر استكمال تحضيراتنا البدنيه والتكتيكيه والفنيه. فينا نقول وصلنا لجاهزيه بدنيه جيده، محتاجين طبعا وقت بسيط لحتى يكون عامل انسجام اكبر بين اللاعبين، لانه يعني دائما فرق الدوري بشكل عام ببلش تحضيره بشكل متاخر، هذا الشيء بينعكس على الانسجام. فان شاء الله يكون يعني بالمرحله الماضيه كنا قدرنا نصل لمرحله انسجام جيده مقبوله، نسخرها بمجريات مباراه بكره ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق كابتن، شكرا.